الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي كان واحد من اكتر الفيديوهات اللي اتصدرت الترند خلال الايام اللي فاتت، وزي ما احنا شايفين الفيديو متصور من داخل اول جلسه من جلسات محاكمه المتهم في قضيه حبيبه الشماع واللي معروفه اعلاميا باسم فتاه الشروق. والحقيقه انه مشاهد انهيار والد حبيبه وبكائه الشديد اول ما شاف السائق المتهم في وفاه بنته كانت من المشاهد اللي اثرت في الناس على السوشيال ميديا. وانتهت الجلسه بالحكم بمعاقبه السائق بالسجن المشدد 15 سنه والغاء رخصه القياده وغرامه 50,000 جنيه.